اليوم قررنا نديرو خرجة، وأول تحدي كان عندي هو نفيق هاد خونا هذا. من بعد ما جمعنا الحوايج اللي خاصين شدينا الطريق، وأول مشكل لقيناه هو كيفاش غادي نوصل للبلاصة اللي بغينا. ترونسبور ما كاينش حتى تلاقينا بهاد السيد. قربنا ولكن خاصنا بزاف ديال الطريق اللي غادي نضربو عليه رجلينا. من بعد ديك الطريق الطويلة اللي ضربنا، حنا وصلنا للبلاصة اللي غادي نخيمو فيها اليوم إن شاء الله. هاد البلاصة اللي صراحة من تشوف هاد البلايص اللي ما معروفينش بزاف، ولكن تتلقاهم فيهم واحد الراحة نفسية اللي ما تصورش. شوفوا دابا الطبيعة، كذا تشوفوا الطبيعة اللي واحد الطبيعة اللي ما تصورش، اللي تخليك تفتخر بالمغرب وبزاف ديال البلايص. خاصهم فعلا غير تكون واحد الالتفاتة، وغادي يكونوا مناطق سياحية اللي هما متميزة في المغرب إن شاء الله. كما تشوفوا الماء الشجر، يعني واحد الطبيعة اللي زوينة بزاف، يعني بلايص اللي صراحة الواحد فيهم ما يشوف. من بعد قلبنا على البلاصة اللي غادي نطيبوا فيها، وشعلنا العافية وحطينا البريري ديال اتاي تيتبخ، وهكذا كانت الدكة نعمسي. ومن وراء الدكة جا وقت طويجين طويجين مغربي. من بعد نهار طويل ومفاجآت، سالات الخرجة ديالنا، وعرفنا بأن السعادة ما تحتاجش بزاف باش تكون سعيد.